أعرف عن نفسي الكثير. أنا فتاة إنسان يتظاهر إنه على قيد الحياة، أنا يونس في بطن حوت كافر. أنا الذي ينتظر لحظة الإظلام الأخير. يحيى، أنت كده كملت 5 سنين انقطاع عن العمل. يحيى، أنت كنت فين ال5 سنين اللي فاتوا دول؟ ولا أنت اللعب نساك الطب؟ إيه رأيك في 8 غرب؟ 8 غرب النهارده أقوى سجن متأمن في مصر. نسبة الهروب من المكان ده ما تتعداش 0. دكتور يحيى رشد، حاجة تليق كده بمتهمين جرائم نفس؟ أقل واحد فيهم قتل عيلته كلها بدم بارد. سعيد ده قتل مراته وسلخها وحطها في التلاجة، وده فوكس قتل من تجارته عندها 3 سنين، اغتصبها وبعدين ذبحها. في 2 وارد لسه جايين، لما تفوق يبقى نقلك واحد. شريف، 10 سنين تقريبا ما تقابلناش، بس تصدق لاقي عليك الجو الجديد ده، قصة الشعر والتاتو. انت لسه بتحبها؟ انا على قد ما حبيتها كنت داخل على جواز، على قد ما صعبت عليا انها اختارت واحد زيك. انت فعلا مالكش علاقه باخت شريف؟ هدد واحد عشان اتجوز اخته المتجوزه. تصيع يا يحيى. بتشتغل ايه؟ تاجر بغار. مين قتل بسمه شريف؟ اسال شريف. انده امك بايه؟ الكحول ده بيعمل معجزات يا اخي. شريف، انت عارف احنا فين؟ البني ادم ده مش طبيعي خالص، عنده تاتو وعاوز يشيله في ساعتها. احكي لي عن اسود حاجه فيك. القميص، جبت القميص. دي انا دي حسين. ترى يا دكتور مدفوق. احكي من ورا لقدام. حصيلة يومين بس في المستشفى، حققت مع صديق عمر متهم في جريمة قتل، طردني كلب اسود في احلامي، وفتحت تابوت رقدة في قصة حب ماتت من 10 سنين.